زينة البلدان، تحياتي لأهل المغرب. نحو العديان فيكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو جديد في قناتي. اليوم الفيديو عن الأردن ومن الأردن. طبعا إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني حطوا لي لايك واشتركوا في قناتي وانشروا المقطع في كل مكان. وإذا حابين تتابعوني على انستغرام هيو هون موجود على الشاشة وكمان في صندوق الوصف. وإذا حابين تبعتوا لي يا أهل الأردن الكرام، يا أهل الأردن الأعزاء، إذا كنتوا حابين تبعتوا لنا أي إشي نعمل عليه ردة فعل، يا ريت تبعتوا لنا على الإيميل، حيكون هون على الشاشة وكمان بصندوق الوصف، وكمان اشتركوا في قنواتنا، قناة نور وندى وقناة عائلة فلسطينية، حيكونوا كمان موجودين في صندوق الوصف. واليوم طبعاً عنا فيديو لأول مرة أعمل عن الأردن في قناتي، جداً مبسوطة وجداً متحمسة. واليوم اخترت فيديو هو شوي قديم لكنه رائع، رائع جداً، لطيار أردني وهو بالطيارة بيحكي شوية كلمات لما بيكون فوق فلسطين. فخلينا نشوف مع بعض ايش الطيار الأردني قال، وكمان شوية فيديوهات له تانية اوكي جدا جميلة. فخلينا نشوف يلا مع بعض. هذا المسير عبر الخطوط الملكية، أود أعلمكم بأننا الآن نحرق فوق الأراضي الفلسطينية. كل مشتاق لمدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تستطيعون الآن رؤيتها من يسار الشمال من مدينة طولكرم وجنين حتى حيفا وعكا وصولا إلى شواطئ وسواحل البحر الأبيض المتوسط. مدة رحلة ساعتين وصولا إلى الوجهة النهائية إلى مطار فرانكفورت الدولي. نتمنى لكم رحلة آمنة للجميع إن شاء الله. البلدان، تحياتي لأهل المغرب. نحو العديان مش عارف ايش بدي احكي. يعني الكابتن كل التحية والاحترام له على شجاعته اوكي، وعلى حفظه كمان للحقوق، انه هاي الاراضي الفلسطينية، انا هلا ماشي فوق الاراضي الفلسطينية وهي المسجد الاقصى وهي القدس، واللي مشتاق انه يشوف القدس يا جماعة هاي احنا مرين فوق القدس. وطبعا ذكر بيت لحم وحيفا وعكا. مش عارف ايش بدي احكي يعني بصراحة، يعني حزن لي قلبي. يعني كيف انسان بيكون نفسه يشوف القدس مثلا او مشتاق لها اوكي، ويلاقي هيك قاعد في الطياره يلاقي تذكير من كابتن الطياره بقول له احنا قاعدين هلا بنحلق فوق القدس. هاي نقطه. النقطه الثانيه اوكي، انه هاي اراضي دوله فلسطين، احنا الان ماشيين فوق اراضي دوله فلسطين. فكانت قويه جدا، يعني كل الاحترام للكابتن الطيار، شكرا جدا 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 لك، انت انسان رائع رائع وصادق وشجاع اوكي، لانه في الزمن هذا الشجاعه قلت شوي اوكي. لما بنلاقي ناس شجعان هيك لازم نحكي عنهم ولازم نجيبهم ونعمل عليهم رده فعل ونحكي عنهم اكثر واكثر. ايش نطير فوق فلسطين؟
فلسطين، كل مره اقضي فوق فلسطين واصور جبال فلسطين فكانت حسره في القلب. كنت انا دائما تخرجني نفسي بان اتحدث اقول الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس، ليس في هذاك اليوم ولكن في ذلك اليوم بالذات كان معي جاليه اجنبيه كبيره. سبحان الله، قدر الله وما شاء فعل، وقررت ان اقول بيني وبين نفسي اننا اليوم سوف نمر فوق فلسطين، دوله فلسطين، والى الشمال منها القدس عاصمه فلسطين. حتى انا حكيت لزملائي قلت لهم يا شباب انا راح اعمل شغله انا المسؤول عنها، وجهت هذه الرساله ويشهد الله يشهد الله كنت اقولها بوجه الله خالصا. الله يسعدك. عندما انتهيت توجهت الى الله خالص، يا رب كانت هذه خالصه لوجهي وللقدس فتقبلها، فتقبلها الله سبحانه وتعالى. في لحظتها ما صار شيء لانه انا بغرفه القياده، شغلنا محركات الطائره وانطلقنا. طبعا بعدين جاني المضيفين، واحد المضيفين قال لي والله يا كابتن بعض الركاب سبقوا بعض الركاب تعبوا من القول. فكانت انا حابب انه رساله نوصلها للركاب عشان نوصلها لشعبهم. ولكن سبحان الله احد الركاب قام بتسجيلها، لانه بعد تسجيل الطائره لمده الاقلاع حوالي نصف ساعه ولا يزال تليفونه مشغول، فبعثها لناس والله اعلم الذي انتشرت سبحان الله. واقول هذا بتقدير الله عز وجل، وكشركه نعتز وافتخر بالملكيه الاردنيه كما ذكرت سابقا. الملكيه الاردنيه تعني شقين، هي التاج الملكي والاردن. من الشركه كشركه لم يوجه لي اي شيء، ولكن كان من شخص هو رئيس هيئه العمليات الجويه الكابتن حسن عبيدان، نعم بعث بتنبيه لجميع الطيارين حتى يمنع الاخرين، ربما يمنع الاخرين انه لا يكرروا لحكاء يوسف الهملاك. وتكلم معي في امريكا وقال لي عدم، يعني اذا بتقدر يا كابتن انك ما تتواصل مع الميناء. فقلت له انا لا نامت عيون الجبناء. الله عليك الله عليك. كثير انبسطنا من الكابتن طيار، وهذا إشي متوقع من شعب الأردن العظيم، لأنه الشعب الفلسطيني وشعب الأردن روحين في جسد واحد، وهذا إشي معروف، وهم أقرب الدول إلنا مش بس جغرافيا كمان في التراث وفي الثقافة، فإحنا الاثنين نعتبر طبعا شعب واحد. فما تنسوش يا أهل الأردن، لو أنتوا بتشوفوني لأول مرة وعجبتكم القناة اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس وانشروا المقطع هذا في كل مكان، وحطوا لي لايك وتابعوني على الانستغرام، حيكون هون على الشاشة وكمان في صندوق الوصف. وبس، سلام.